أزمة شح المياه ما تزال في تفاقم مستمر في بلاد الرافدين. حي المثنى الثاني في سامراء يشكو انعدام المياه الصالحة للشرب ومياه الاستخدام البشري، ما أجبر سكان هذا الحي على استخدام مياه النهر الملوثة أو مياه الآبار التي اضطروا لحفرها في بيوتهم التي لا تقل هي الأخرى تلوثا عن مياه النهر. انقطاع الماء هذا انقطاع الماء لفترة طويلة، هذا مو أول سنة، يعني احنا هذا يمكن سابع موسم أو ثامن موسم نعاني المنطقة، خاصة حي المثنى الثاني يعاني من انقطاع الماء بكثرة في فصل الصيف. يولد الناشد يعني ماكو استجابة، يعني ماكو استجابة، يعني ما دا أعرف شنو السبب، ليش ماكو استجابة للمواطن. الأمراض والأوبئة دخلت كل بيت في حي المثنى مسببة أمراضا جلدية معدية، بالإضافة إلى الحمى الشديدة والإسهال. نقص المياه دفع الأهالي إلى شرائها من أصحاب السيارات الحوضية بسبب توقف محطات تصفية المياه في المدينة. أما المياه ده تجيب والله مياه منظيفة وصخة، والأطفال كلها مرضى، جاي نقول نوديهم للأطباء وما جاء لحقنا الأطباء، يعني حتى إحنا الكبار كذلك مرضى. يعني المياه يعني شحيحة جدا، يعني ما أدري شنو السالفة. وأغلبة يعني المي كله تلقى له عقر له دود، نلقاها الزحالفة صغار دود، حتى جيت مرضت. هسه عندنا هذا عندنا أخويا حتى صار بي مثل شلون جرب بدية مثل شلون نقول مثل جربتش في النوم، حتى لا يتعالج، نعالجه أسبوع ويرجع المرض. ورغم إعلان مديرية ماء صلاح الدين عن إعادة تأهيل وتشغيل مركز ماء سامراء، إلا أن المياه الصالحة للشرب والاستخدام البشري لم تصل إلى حي المثنى. ربما هي مفارقة كبرى أن أهل العراق يقتلهم الظمأ والعطش وهم الموصوفون بسكان بلاد الرافدين وأرض السواد.